استعمال الميتة كسماد لبعض المزروعات مثل النخيل هذا يرجع إلى الاختلاف في النجاسة. إذا استحالت هل يوكل ما نتج عنها من النبات ومن الثمار، كالعذرة إذا سمد بها الزرع أو الأشجار، في خلاف بين العلماء، والراجح أنه يتجنب هذه الأشياء لأنها مغذات بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، البقرة أو الشاة التي تأكل العذرة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرب ألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام. فالراجح أنه لا يجوز هذا، لا يجوز استعمال النجاسات في التسميد، لا الدم ولا عظام الميتة ولا رجيع الآدميين. نعم.